أعرب المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيقوم ابتداء من اليوم الخميس بتعديل برنامج سير القطارات بكل أنواعها من أجل ملائمتها مع الانخفاض الناتج عن الحد في حركة تنقلات المواطنين الذي دعت إليه السلطات المختصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتي اتخذها المغرب. المكتب سيسخر كل الإمكانات الضرورية المتعلقة بالحرس الشديد والاحترام التام للتدابير الوقائية المنصوص عليها بالنسبة للنظافة الصحية سواء بالمحطات أو على متن القطارات، بما في ذلك مستوى ملئها لكي لا يتعدى النسب الملزمة لظروف السلامة. وأضاف البلاغ أنه للاطلاع على هذه البرمجة الظرفية للقطارات يدعو المكتب زبنائه للاستعلام باستمرار عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية وبمركز علاقة الزبناء على الرقم 2255 أو البوابة الإلكترونية على العنوان الإلكتروني لـ ONCFTRAFIC.MA.